كرة في العمق صعبة خطيرة، أوه عبد الرجع بالعمق صعبة خطيرة، هدف جول كريستيانو ويليامسون. السويدي يقطع مجال التسجيل لصالح نادي الهلال. مباراة سنشاهد فيها أهداف كثيرة من دون شك على غرار مباراة الموسم الماضي، وفرحة هلالية جماهيرية في المدرجات بهذا الهدف الأول الذي سجله ويليامسون. كم كانت اللقطة سريعة وخطيرة، ثلاثية بين الشلهوب وكذلك أحمد علي ثم ويليامسون. شوف الاسترجاع والكرة الضيعة من هناك على الجهة اليمنى عن طريق إبراهيم الغانم، ضيع كرة لا تضيع، انطلق في العمق أحمد علي، مرر لرفيق السويدي ويليامسون الذي يسجل أمام الحارس قابس برهان في أول كرة وأول فرصة. الهلال السعودي يفتح مجال التسجيل هنا في ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة. الهلال السعودي متفوق على الغرافة القطري بهدف من قبل صفر. المبادرة كانت أكثر